حفظ الخمر لجسد ودم السيد المسيح تحول حقيقي، بعكس يعني كذا حد بيحاول يلف ويدور في النقطة دي. والسامح موريس، السامح موريس الوحيد اللي حضر من الكنيسة المشيخية، واللي عرفت ان هو حضر من الكنيسة المشيخية للقاء في جنازة الأنبا بيفانيوس. بص يا اخ محمود، في نوعية من الناس بتيجي باللاهوت الدفاعي اللي انا بعمله، وفي نوعية من الناس بتحب وتآمن بطريقة الاخ سعيد ابو مصطفى، وكلاهما اتجاهين، كل واحد بيخدم بطريقة. بس طبعا انا قلت اخ سعيد ان في تحفظ على الكلام ده، بس اخ سعيد بيعمل هكذا نتيجة لردود افعال من متطرفين مسلمين بيغلطوا في بيشتموا في المسيحية. فما تحسبش رد الفعل وتسيب الفعل. لو المجادلات عامة من اخواتنا المسلمين بتيجي بطريقة محترمة، اخ سعيد ما اعتقدش ساعتها هيشتم في حد. انت شغال ايه يا سعيد في روسيا؟ مش من حقك تسأله، لان دي اسئلة انت عايز تاخد ضرائب بتاعته يعني ولا ايه؟ بيختار الاصلح ممكن اعدله عليه نظر اختلاف التفسير بين الاباء، ان ممكن واحد من الاباء يغلط زي خطأ القديس بغوريوس ان اساسا اسم المسيح دفع دين الشيطان ورد عليه. ايوه، ما الحاجات دي احنا برضو ككنيسة ارثوذكسية بنرفضها. دي تكملة الرد. احنا عند تفسير الاباء المقدس اما البروتستانت غير مقدس انما يعتبرون جمود فكري. لا، مع اني اللي قالك كده، اللي فاهم في الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية واللي فاهم بآباء المجمع المقدس بيقول لك إن الكتاب المقدس معصوم، لكن كتابات الآباء مش معصومة، لكن هي في الدرجة التانية بعد الكتاب المقدس. الكتاب المقدس هو في الأول، في الأول الكتاب المقدس هو في الأول الحاجة الأساسية، المعصوم الوحيد المعصوم من الخطأ. أما بالنسبة لكتابات الاباء، طب ما كتابات الاباء يقال ان القديس اغسطينوس تكلم عن حكم الالفي اللي بيامن بيه بعض دلوقتي الكنائس البروتستانتيه، ولكن القديس اغسطينوس تاب عن هذا الفكر. قال كان في بدايه الكلام بتاعه قال ان الحكم الالفي هيبقى على الارض، بس الكلام ده فعلا هو مش حقيقي. الحكم الالفي هو حكم رمزي، عشان كده الكنيسه رفضت هذه الافكار لكن خدت باقي حاجات كتابات الاباء، كتابات القديس اغسطينوس ما رفضتهاش كلها. فالمعصوم من الخطأ الكتاب المقدس فقط، يليه كتابات الآباء، وكتابات الآباء مش معصومة. يقبل ما يتفق مع الكتاب المقدس ويرفض ما لا يتفق مع الكتاب المقدس. يعني الغربيين من هنا أو التحديد اللي انت بتتكلم فيهم، بتتكلم في البروتستانت، ما جابوش جديد. بالنسبة للغربيين منهم أمثلة الروم الأرثوذكس كويسين جدا وحافظين جدا زينا زي الكنائس الشرقية هنا. من رغب عن الرزية فقد لا ترغب. هللويا، تعبير حلو. امين، حقا حقا. ايوه، عشان جاي قال جسد حقيقي ودم حقيقي. بالظبط، السيد سامح موريس شرحها قال كده فعلا حقيقي، وعشان اتعمل له مجمع مقدس، مش مجمع مقدس، اتعمل له مجمع يعني جلسة مجمع حساب ليه عشان قال كده، وده بيتفق مع الكنيسة الإبطية الأرثوذكسية. انا مع ترك الناس تفسير كتاب خصوصا مقدس من ناحية تاريخية، لاني اختلفت مع احد الاباء في التفسير في احد اسفار الكتاب المقدس، لكن مش معنى كده اختراع دين جديد او عقيدة جديدة ولا جمود الفكر. هم بيعملوا عقائد جديدة، صدقني دوني 30 ثانية وانا رجع لكم، محدش يمشي. عدنا من جديد.
لدرجة أنا حاجة أنا لاحظتها في بعض